بيه صديقنا سليم قحبيش بجوز صديق كنت فعلا معنا ايه. قال لك احكي لنا على السواري بتاع باسكال مشعلين. ما فهمتش علاش ايش بدها هو. ما نعرفش. هو توا باعث حكينا على باسكال مشعلين عملت بها دينيغالا في مسرح حمنلف اللي فايت النادي هذا حمنلف. بعد في الاخر انا مروح بها اللي ساكنه في الافريكا ليبوك مروح بها هي وامها هي وامها باش كل اخر في جرتها هي تفلق الواحد نتاع الماء راستنا اون بان ماضي ساعتين ولا هما ثلاثه نتاع الليل مطيشين كشيت عليهم خذيت لهم تاكسي قلت لهم روحوا ما عادش نحب نشوف وجهكم شو طردتها مسكينه المراه طردتها خذيت لها تاكسي مش ساهل خذيت لها تاكسي قلت لهم ما عادش نحب نشوف منظرك اش قالت لك؟ اه اش قالت لك وقتها؟ ترى درت لغمجت باللبناني نتاعها ومشيت انا وقتها عندي مخ كرهبه كلها مشيت.